ناس بتوجد حساسية بين الكابتن ضياء السيد كابتن محمود الخطيب، يعني بيستندوا ان زوج بنت كابتن ضياء السيد كان موجود على قائمة مهندس محمود طاهر، وطبعا تأييد كابتن ضياء ليه بيدخلوه على طول ان دي خصومه او دي عامله زي خناقه مع كابتن دي عامله زي الخبر بتاع احمد الشيخ. لازم يكون الكابتن كابتن خطيب كابتني في اللعب، وانا اي حد يزامن كابتن خطيب دي حاجه كويسه، حاجه رائعه كمان طبعا. مش حاجه كويسه انك تكون لعبت في الزمن الخطيب والمجموعه بتاعته والكابتن مصطفى عبده ومختار وعامر وكل المجموعه دي. انت عارف الانتخابات كلها يعني الانتخابات دي حاجة سيئة جدا، يعني انا مش عايز اقول لك ان انا خسرت ناس عشرة عمري يعني من الانتخابات دي، من التسرع والناس بتهاجم الناس وناس بتاخد مواقف بدون الرجوع ليك بدون اي حاجة.